مساء الخير، دي حلقة 15 من حلقات كورس فوتوشوب. النهارده هنتكلم على الايمجز وازاي ممكن نعملها انسرت على البروجرام وايه الفيتشرز اللي ممكن نحطها جوه بيه. فيلا بينا. اتعلمنا اخر مره مع بعض ازاي نعمل ري تاتش وايه هي التولز اللي ممكن نستخدمها في ري تاتش، سواء الاو تولز او التولز المتفرقه. فيلا نجرب كده ان احنا نحط ايمج ونعمل عليها تولز. ازاي نحط ايمج؟ ده اللي احنا هنجربه النهارده. عندك اكتر من طريقه. في طريقة في ان احنا نخش على فايل ونختار place emptied، ساعتها هيفتح لنا يعني الحاجة بتاعتك اللي هو ready الكمبيوتر بتاعك الكمبيوتر او device بتاعك يعني. ولما تدوس عليه نختار مثلا لو احنا رحنا على الديسكتوب هنلاقي ان في صور كتير ممكن نحطها، ونفترض ان نحط الصورة بتاعتي. فدي اول طريقة من طرق ان احنا نحط صورة على الفوتوشوب. طب ايه الطريقة التانية او الطريقة الاسهل؟ ان انت اصلا تكون فاتح الديسكتوب بتاعك وتسحب تسحب الصورة بتاعتك كده وتحطها على الفوتوشوب. دي الطريقة اللي انا بفضلها اكتر، ان هي اسرع واسهل وانت محتاج بعد كده. طيب كده صورنا لو اتفقنا في ترانسفورم كده هنكبر، لو عايز الف الروتيت، لو عايز اعمل اي حاجة، بس اي حاجة تانية في الصورة بتغيرها. فخلينا نتعامل بالشكل ده. فدي اول طريقة او دي الطرق اللي انت نحط فيها صورة جوه فوتوشوب. طيب دلوقتي الصورة دي حجمها مثلا كبير بالنسبة لك شوية، عايز تصغرها، عايز احطها كده. لا انا مش قصدي كده، انا مثلا عايز اكبر ايه بالحجم ده، انا عايز اخد بس الكادر ده كده، عايزه بالبعد ده كده. تعمل ايه بقى؟ تعمل ساعتها اتكلمنا فيها قبل كده لو فاكر، اسمها كليبنج ماسك. يعني كليبنج ماسك؟ تروح راسم ريكتانجل في الحتة اللي انت عايزها كده، مثلا هي دي الحتة عايز تصغر فيها الصورة، تخلي ريكتانجل تحت الصورة وتقف ما بينهم كده، تدوس الت وتكليك هتخش جواها. انا تيجي هنا تكبر الصوره شويه مثلا، فتبقى جواها ككليبنج ماسك. تعمل مثلا حاجه، تقدر مثلا تحط هنا تكست، نكتب مثلا عمرو سيد و نشيل بقى كل الفيتشر اللي كنا حاطينها دي، نخليها بلاك مثلا. تمام، فدي حاجه. فنقدر بعديها نكتب تكست تاني تحتيه، مثلا نكتب سينيور ديزاينر مثلا. يعني دي الاسئله بتاع الكلام اللي حاضر في بالي بقى، بس احنا مثلا محتاجين التايتل يكون اصغر. فتروح هنا تروح مصغر حجمه شويه زي مثلا كده. طب انا محتاج لونه يبقى لون مختلف، تروح في كده تخلي لونه احمر مثلا. فانت ساعتها عملت شكل ما هو معاك، ممكن بقيه التصميم بقى تكمله بشكل تاني. فهو انا بقول حاجات بدائيه جدا جدا جدا، لان الكورس زي ما اتفقنا هو كورس بس بيعلمك ازاي تستخدم فوتوشوب. طيب طب انت مش عايز تعمل كل ده، انت حطيت الصوره مقتنع بحجمها كده وشايف ان هو ده الحجم انت عايزه، ايه الفيتشرز اللي ممكن تحطها عليها؟ ايه اللي ممكن تستخدمه؟ طيب هتروح دايس هنا دبل كليك، او تروح هنا عند اف اكس دي وتعمل كده تشوف مثلا ستروك، هيفتح لك نفس الحاجة، يفتح لك البانل دي. لو انت جيت هنا ودوست دبل كليك هيفتح لك نفس البانل بالظبط اهي. طيب ايه بقى في البانل دي ممكن نعمله؟ خلينا نبدأ بالستروك. الستروك هو الحاجة اللي حوالين الشيب اللي عندك او حوالين الاوبجكت اللي عندك. اوبجكت شيب، تكست، صورة، اي حاجة. اتفقنا الديزاين بيتكون من شيبس وتكست وصور. احنا اتكلمنا عن الشيبس واتكلمنا عن التكست، فكان موجود على الصور. قلنا نضيف مع الصور فكره الاديت او الافكتس اللي انت ممكن تحطها على الصور، وطبعا هيتحط على الصور وتحط على اي حاجه ثانيه. فنقول مثلا ستروك، ستروك ده بيبقى ليه اكتر من اتريبيوت. تمام، بيبقى ليه اتريبيوت بتاع السايز اهو كده، بيكبر كده بيصغر، بيبقى ليه اوباستي، وهو نفسه بيبقى ليه تايبس، بيبقى ليه كلر جرادينت، يبقى بياخد من لونين. مثلا لو اخترنا بيبقى فيه هنا شويه باكس كده بتنزل مع ادوبي، داخل بالنهاية تلاقي هنا لون وهنا لون تاني، أو بيكون باترن برضه أدوبي منزلها شوية باترنز كده، فمثلا كده تخليه باترن من الرمل ده أو الجراس مثلا ده أو الخضرة دي أو زي ما أنت عايز. فدي أول حاجة. الإنر شادو من اسمه كده، هو شادو بس إنر لجوه، كأنك حافر الصورة دي في حاجة، يعني كأن الأبيض دي حيطة وأنت حافر الصورة. فلو جينا ظبطنا مثلا علينا الباستي بتاعته شوية وعلينا التشاك شوية والسايز، تحس ان هي محفوره لجوه كده. انت عملت كده وعليت سايز وعليت كده، تحس ان الصوره جوه محفوره جوه الحاجه، فالشادوز مهم عليها من جوه. فمجرد الوقت افكت بيديك الاحساس ده. طيب انت هتعرفه ازاي؟ لازم تعرف التجربه، لازم تجرب، لازم تعمل وتفتح وتشوف انت هتقدر توصل لفين. طيب ايه تاني غير الشادو؟
في الدروب شادو. الدروب شادو ده الشادو اللي بره يعني مثلا كده انت بتحدد الديستنس بتاعه، دي بعد الشادو عن الحاجه، ودي الاوباستي يعني الشادو باين ولا مش باين. السبريد هو طول الشادو، بص لما تزود كده بص بيتقل ازاي، ولو قلل السايز هو حجمه، بص كده الشادو بقى كبير ازاي، هنا الشادو اقل ازاي، وهكذا. تمام، محتاج تخش تجرب بنفسك وتعرف الحاجات دي اكتر من كده. في بقى حاجه اسمها جلو، جلو زي اللمبات اليوم كده، اللمبات اليوم دي بقى عندها حاجه اسمها اوتر جلو. انت بص كده، بص اخر حواليك ايه، هو ده النيون. تمام، انت ممكن تعلي السبريد كده تحس ان الصوره منوره، منورة كأن ورا في ضعف، كأنك حاطط ليد ورا كده فمنور زي مثلا ليد هنا كده، فانت شايف اتجاهه هنا بس او شايفه في الشاشة من تحت كده. تمام، طيب في ايه تاني؟ في انر جلو، نفس الفكرة بس الجو، لو عليت الاوباستي عليت الشوك تحس ان في حاجة منوراها من جوه، فانت لو حطيته مثلا مع انر شادو كده وعليته تحس ان هي محفورة جوه، وكمان في ضوء مسمع عليها جوه. تمام، طبعا مش بالشكل اللي انت شايفه ده، في اوتكمز اعلى من كده كتير، بس انا بوريك التون نفسها، وانت لازم تجرب وتبعت لي على جروب الواتساب او على جروب الفيسبوك وهتلاقيني برد عليك اي وقت. في كلر اوفر لاي والجرادينج اوفر لاي والباتن اوفر لاي، دول الثلاثه اللي هنأجلهم الحصه الجايه، لان هم دول بيتكلموا عن حاجه اسمها الفيلم، والفيلم ده احنا هنشرحه الدرس الجاي على طول. تمام، لما غير كده في حاجه اسمها بيفل اند امبس. بيفل اند امبس كانك بتديها 3 دي شويه، يعني بص لما نعمل نزود دي كده، نزود السايز، نزود السوفتنس او نعمل كده، ونعمل مثلا كده مثلا، ونعلي المالتيبلاي ونعلي السي، تحس كانها بقت بارزه لبره شويه او عامله بامبس كده شويه، فهي دي البيفل. ممكن البيفل دي تحط له تكستشر فيبقى كده، ممكن تحط له كونتور فيبقى ليه ستايل تاني، وهكذا. فانت محتاج تخش تجرب كل الايفكتس بتاعي. غير الايفكتس في حاجه ممكن تعملها ايديت برضه على الصور عن طريق حاجه اسمها ادجستمنت لاير، ده نوع من انواع اللاير، الكلام ده عنه في الاول وقلنا هنشرحه في درس قدام وجه وقته دلوقتي. فالادجستمنت لاير انت بتيجي منين؟ من الزرار ده، البطن ده، دوس عليه كده فدي كل ادجستمنت لاير. اول ثلاثه نفس اللي احنا لسه مأجلينهم في البانل اللي احنا لسه فاتحينها، عشان دي هتبع درس الفرد وده هنشرحه الحصه الجايه ان شاء الله. انما بعد كده في بقى برايمز اند كونترست، فانت ممكن تقلل الصوره، تعلي الصوره، تمام؟ الكونترست نفس الموضوع، تعلي الكونترست، تقلل الكونترست او مكان. في مثلا تاني حاجه زي يعني اول اربعه دول او السكشن دول زي ما احنا فينا احنا لازم حاجات سكشنز. فالسكشن الاولاني ده بيتكلم على الاضاءه كصوره برايمس عادي قالل الاسود مع الابيض، دايما بيتكلم على الاضاءه. انما التانيين الستوريشن مثلا بيتكلم على درجه تشبع اللون، بص لما اعلي كده لمبات تحس ان هي الازرق ازرق والله، انما لو قللت كده هيفضل قلل 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 لغايه ما تبقى جراي، لان اللون مش موجود، مفيش انفست باللون اصلا. تمام، بيبقى عنده برضه حاجه اسمها لايتنس كده، بص في ضوء عاليه في ضوء خافته وهكذا. طيب لو مسحنا دول كده او خفيناهم، وعندك برضه حاجه ثانيه زي بلاك اند وايت نعملها كده. كنت سالت سؤال قبل كده وده وقت نجاوب عليه، ليه الفايلات السي ام واي كي ما فيهاش بلاك اند وايت؟ عشان الفايلات سي ام واي كي هتطبع، طالما هتطبع اتفقنا ان انت لما في الطبعه بتنزل لون، فانت لو ما نزلتش لون فاوريدي بيسيب اللون الحاجه اللي بتطبع عليها، ومعظم الحاجات اللي بتطبع عليها بتبقى ابيض، فبيسيب اللون الابيض نفسه، فمش محتاج تعمل حاجه اسمها بلاك اند وايت، هو اوريدي هيبدا يسقط لون، لو ما فيش حاجه هتبقى ابيض فهو اوريدي مش هيرمي حاجه فهيبقى عادي. اوكي؟ ايه تاني؟ ده الشوك بتاع درجات اللون، يعني ده درجات الاضاءه دي درجات اللون. في حاجه اسمها فوتو فلتر، الفوتوشوب بيديك مجموعه من الفلترز كده مثلا الاندر ووتر مثلا، فانت لو ظبطتها كده فيديك احساس ان انت تحت الميه. طبعا شويه افكت وشويه برشات من اللينكات اللي انا هحطها لك في الدايره هتلاقيها في الحلقه بتاعت البرشات، تقدر تجيب برشات مثلا اللي هو البابلز الموجوده تحت الميه دي، فلما توزع شويه برشات كده فتديك احساس ان انت تحت الميه بجد، طبعا استخدام صوره تليق بيها. طيب غير الفوتو فلتر بقى نيجي للشكل بعد كده، الشكل بتاع اختلاف اللون، يعني انت لو دوست على انفرت هيعكس لك كل يوم بالمكمل ليه، يعني ايه كل يوم بالمكمل ليه؟ يعني الحيطه دي ابيض بص بقت سودة، طبعا هي ما طلعتش سودة صرف عشان هي ما كانتش ابيض صرف، طبعا برضه فيها شادوز كده، انما مثلا الهودي، الهودي ابيض بقى اسود اهو صريح. اوكي، اللوجو بتاع الاستوديو ابيض اهو ابيض صريح مفيش حاجه بص بقى اسود، فهو وهكذا بقى، يعني مثلا الاحمر اللي هنا بقى لبني وهكذا، لان هو الانفرتر هو بيعكس كل حاجه باللون المكمل ليه. طبعا دي موجوده في كارل سيريس، والحلقه اللي حلقات الكارل سيريس ممكن تشوفها ترجع للشانل هتلاقيها موجوده عليه.
بعد كده في بقى حاجات زي الثري شولد. الثري شولد بص بيقلبها كانها رسومات فحم كده، او رسومات فحم، او حاجات اللينير وبتاع، تقعد تتظبط بقى مثلا كده، وبتتظبط مع شويه كونترست. لو حطيت مثلا برايتس او كونترست بشكل ما، مثلا تخليها كده، تعلي شويه كونترست كده، فيبدا يديك الاحساس بتاع اللايننج او السكتش بوك ده. اوكي، ودي كانت الحلقه 15 من حلقات كورس فوتوشوب. هستناك الحلقات الجايه. سلام.